السلام عليكم ابطالي الشطار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة بتتكلم عن حاجة اسمها مظاهر السطح. عشان نفهم يعني ايه مظاهر السطح، تعالوا كده الاول نقرأ تحكية او قصة صغيرة وبعدين نتعرف اكتر. القصة قصة صاحبتنا نور، كانت رايحة تاكل يعني مع عائلتها، فجاءت نور الى مائدة الطعام اثناء تناول الاسرة طعام الافطار الصبح كده في الفطار رايحة، فلقيت جدتها بتقول لها ايه؟ صباح الخير يا نور، لدينا اخبار سعيدة لك، عندنا اخبار حلوة لك يا نور. نور ردت وقالت صباح الخير يا جدتي. صباح الخير يا جدتي، ما هذه الاخبار؟ ايه الاخبار دي؟ اخوها بسرعة جه وقال لها جدتي من فضلك هل تسمحين لي ان اخبرها؟ ممكن اقول لها انا يا تيتا؟ انا يا تيتا هقول لها. فقامت تيتا قالت له طبعا يا سمير بسرعة ممكن تقول لها، اتفضل قول لها بقى الاخبار الجميلة دي، من فضلك اخبرها طبعا هذه الايه الاخبار. قال لها سنذهب في رحلة رائعة، يعني عائلة نور هيروحوا في رحلة جميلة جدا. نور طبعا فرحت جدا وقالت هذا رائع، لكن إلى أين سنذهب؟ ده جميل جدا بس هنروح فين يا ترى؟ ردت بقى ماما قالت لهم احنا نقدر نستخدم الخريطة لتحديد الأماكن التي نريد ايه زيارتها، يعني نقدر نستخدم الخريطة عشان نحدد الأماكن اللي ممكن نزورها في بلدنا الجميلة. يعني في حاجة جديدة أو مصطلح جديد اتعرضنا له اللي هو مصطلح الخريطة. يعني ايه بقى الخريطة؟ اكيد يعني ناس كتير عارفين الخريطة، طبعا هي بترسم او زي رسمة يعني بتعبر عن بلدنا او عن الاماكن اللي فيها. تعالوا كده نشوف السؤال ده مع بعض. ستعرف الاسرة الاماكن التي ستزورها باستخدام ايه يا اولاد؟ خريطة ولا السوبر ماركت؟ اكيد اكيد باستخدام الخريطة عشان الخريطة فيها اماكن. طيب موضوعنا بيتكلم عن حاجة اسمها مظاهر السطح. يعني ايه مظاهر السطح؟ يعني الارض، الكرة الأرضية بتاعتنا بيكون فيها أشكال كتيرة قوي من المظاهر. يعني مثلا ممكن نلاقي جبل، ممكن نلاقي منطقة منخفضة كده بنسميها سهول أو منخفضات، ممكن نلاقي بحر وهكذا. يعني في أشكال كتيرة قوي للأرض أو للأماكن اللي احنا بنقدر نزورها أو نمشي فيها. هي دي مظاهر السطح. يعني مظاهر السطح هي أشكال سطح الأرض. مثل إيه يا ولاد؟ مثل شاطئ بحر، مثل جبل، أرض زراعية، أو حتى صحراء. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش الحلقة الجاية خاصة بالتمارين، هنحل تمارين كتير عن مظاهر السطح، اوعوا تفوتوها. اشوفكم على خير.